أهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناتنا الإخبارية الحياة. ندعوكم للاشتراك وتفعيل الجرس ولايك للفيديو ليصلكم الجديد والحصري. علم موقع الحرية من مصدر مطلع اليوم أنه من المنتظر أن يقع في الساعات القليلة القادمة الإعلان عن حركة في سلك الولات، ووفقا لمصادر مطلعة سيتم سد الشغورات، كما أنه من المنتظر أن تحصل حركة في السلك ونقلة بعض الولات، وكما سيؤدي الولات جدود القسم أمام رئيس الجمهورية. ندعوكم لترك تفاعلاتكم وتعليقاتكم، وإلى اللقاء.